ليش بتعيط يا عمو؟ بتعيط ليش اختك؟ هذا من وقت ايش ما شفتوش؟ من 130 يوم. انا عم لاولادي اللي قاعد فتره يعني اول ما جبت زي ما شفت هيك على الخبز 200 من جابوا لك 130 يوم ازاي قيل لك؟ هل قدرنا عليه بنعمل اياه؟ ايش بدنا نسوي؟ حالتهم الله اعلم بك الحجر. ايش سبب خلينا نقول رئيسي انكم نزعلوا؟ هل اليهود طلبوا؟ هل اليهود والله مجاعة، والله ما لقينا، والله العظيم والله العظيم حبة الطحين الابيض ما لقيناها. اولادي صاروا يقولوا لي نفسي في الرغيف العادي ناكله، والله نفسهم فيه. قديش وصل سعر كيس الطحين اذا كان موجود؟ 2500 شيكل كيس الطحين، الكيلو ب 100 شيكل. يا اذا لقيته. وكيلو الطحين الذرة تبع العلف تبع الدجاج هو اللي احنا اللي بناكله، بنطحنه وبناكل منه مبرد. ايش عن؟ انبسطت انك شفت الخبز؟ اه؟ زاكي طعمه؟ والله زي اللي بقيت تاكله هناك في الشمال. هذا ولا هذا؟ وانت يا عمو انت جيتي بقيت الصيحي. ليش كنت الصيحي؟ كنا جعانين. يا الله من وقت ايش مش ماكله خبز؟ كنا من زمان. الحمد لله يا رب اللي شفنا هالنعمه هذه والله.